حكاية الليلة زوينة وغادي تعجبكم، ورغم بعض الأحداث اللي هما قاسيين غادي تلقاو ريوسكم بلأنكم كتبتسموا في آخر الحلقة، لأن هاد النهاية كنتمناها لأي وحدة دازت من ظروف خايبة، نهاية اللي فيها الأمل وفيها نتيجة اجتهاد ومثابرة. من الأحسن ما نزيدكمش كثر وغادي نخليكم أنكم تعيشوا معايا حكاية حلقة الليلة. أجيو لحقوا عليا. سلام سلام ومرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلاميني. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير واموركم هنيه واحوالكم طيبه. المؤنسه ديالكم عادت اليكم من جديد وكيف العاده. اذا كنت جديد على القناه نقول لك مرحبا بك، واذا كنت من اهل الدار الدار دار خير ما تعطلش عليكم اكثر ونقول لكم يلا لنبدا. انا لينا، القصه ديالي كتبدا من الام ديالي. ماما كانت هي الكبيره في خوتها وعيشة وسط امها وباها في العروبيه، ما عندهمش وما خصهمش، واكلين وشاربين وصافي. فاش غادي دير 16 سنه غادي تقرر باش انها تمشي تهاجر للمدينه الكبيره باش انها تخدم كمساعده في الديور باش تحسن من المستوى المعيشي ديالها وديال عائلتها. ولكن في نفس الوقت ماما كانت من داك النوع ديال البنات البهلات، بمعنى دوك الاشخاص اللي تيكونوا سادين عليهم، نهار كتبان لهم شويه ديال الضو كيتلفوا فيه وما تعرفوا شنو يديروا به. فماما لما مشات للمدينه الكبيره تلفات وتيبان ليها الناس في شكل، وهذا الشيء خلاها اول واحد غادي تتعرف عليه كيف تيقولوا غادي تطيح على فمها، غادي تتعرف على واحد السيد وغادي تدخل معاه في علاقه، علما انها كانت عارفه بلي انه مزوج وعنده زوج وليدات وعايش بوحدو في ديك المدينه. غادي تكون ما بيناتهم واحد العلاقه. ماما ما كانتش رافضه اولا ضد الفكره بلي انه مزوج، بل بلي هذا الشخص هو الحب الاول ديالها، داك الامير على الحصان الابيض واللي قال لها سمعان وطاعه، ما كاينش مشكل واخا مزوج واخا والد. كان كبر منها بشي 17-18 سنة. المهم من بعد شي 4 شهور ولا 5 شهور غادي تلقى راسها حاملة. فهاد الوقيته هي كانت خدامة في واحد الفيلا مساعدة، غادي تمشي تقول ليه ها شنو كاين وها شنو كاين وراني حاملة، ويقول ليها انا ما قلت لكش يلا معايا بزز ولا دخلي معايا في علاقة، وانا ما واجدش الولاد منك، وانا اصلا راك عارفة بلي انني مزوج وعندي وليدات. وزادو خلاها ماما غادي تحمل مسؤوليتها وبقات خدامه في ديك الفيلا ونسات الموضوع ديالو. في الاول فكرت باش انها دير الاجهاض لانه بنت من العروبيه وعندها خوتها ذكوره وباها، فراه راكم عارفين شوها وشنو غادي يقولوا الناس الى ما اخره، فغادي دير بزاف ديال المحاولات باش انها تجهض، ولكن حتى شي محاوله ما صدقات. في الاخير غادي تستسلم ودوزات 9 شهور في ديك الفيلا وحتى حد ما كان سايق ليها الخبر بلي انها حامله، حتى النهار اللي غادي تطرطق ليها كيف تنقولوا السقيه. في ديك الوقيته غادي تقول ليها مولات الفيلا مالك شنو بيك، لا راه غير جاتني الدوره الشهريه، لا هادشي ماشي ديال الدوره، غادي يهزوها وغادي يديوها للسبيطار، وهنا غادي يعرفوا بلي انها حامله. المراه فاش ساقت الخبر بغات حماق مع من وكيفاش وحتى فوقاش، واش ولدي واش راجلي واش خويا. ماما غادي تقول ليها لا حتى شي حد من عائلتك ما عمره ما قرب ليا، ولكن انا حملت من بعيد من الخارج. الولاده ديال هذا الصعيبه هزوها من كلينيك للسبيطار ديال المخزن، غادي تجمع لها ديك السيده حوايجها وداتهم ليها السبيطار وقالت لها سير الله يسهل عليك بنت الناس وخلاتها بوحدها. ماما انا ذاك غادي تعيط على اختها غادي تجي لعندها السبيطار. انا تولدت وجات خالتي تخلعات وتصدمات، لقاتني مجبده حدا ماما، اش هاد الشيء وكيفاش واش من مصيبه درتي، وزادت وخلاتها. ماما بقات اسبوع في السبيطار بوحدها مع عيالات وحده اخرين، هالي طايح ليها البيبي ديالها، هالي والده واللي مات ليها، كانوا كيشوفوها بوحدها، كيجيو لعندها ما وحده ما زوج وكيسولها واش بغيتي تعطي البنيته ديالك نربيوها، ولكن هي كانت كل مره كترفض الفكره انها تخلى عليا. في ديك الوقيتات الجمعيات كيجمعوا الامهات العازبات وكيديوهم عند القاضي ويسولوهم واش غادي تعطيه ولا تحتفظي به واش متاكده، ومن بعد كتصني الام في واحد الالتزام بلي انها عمرها ما تعطي البيبي ديالها ولا تلوحو، واذا لقاوه ديك الام كتدخل الحبس. ماما انا ذاك غادي تصني على داك الالتزام وخرجت مشات لديك الجمعيه اللي غادي تجلس فيها لمده شهرين. من بعد واحد المراه كانت كتقلب على شي مساعده للفيلا ديالها، غادي تقول لها ماما انا، قالت لها ولكن راني عندي بنيته، ماشي مشكل جيبي بنتك تعيش معايا. ازتني ماما ومشينا عشنا في ديك الفيلا، مولات الدار عندها وليد وبنيته غادي نعيش معاهم، وما كانش ما بيناتنا الفرق نهائيا، حتى المدرسه اللي فيها ولادها دخلتني ليها، نفس الماكله نفس الحوايج نفس الماركات، لدرجه وانا تنكبر عمرني ما قلت لماما الحقيقيه ماما، كنت كنعاملها كانها مساعده. والمرأة اللي رباتني غادي نبدا نعيط لها ماما ورجلها تنقول ليه بابا، وانا ما عارفاش بلي انه ماما الحقيقيه راه ماما، يعني ما كاينش الفرق، انا عند بالي بلي انني بنت مولات الفيلا وصافي.
ولكن من بديت كنكبر ووصلت للسن ديال 8 سنين 9 سنين غادي نكتشف بلي انا الكنيه مختلفه على خوتي الاخرين. بديت كنصور كيفاش ما كيفاش وانا بنتكم علاش خوتي كنيتهم في شكل وانا في شكل. صراحه ما كانوا تعطوني حتى شي جواب. انا مولفه كنعيط لها غير فلانه فلانه، ماما الحقيقيه كنعيط لها غير بسميتها. واحد النهار شداتني وعطاتني قتله ديال العصا، انا راني ماماك ما تبقايش تقولي لي فلانه. علما هذه المده كلها كانت قطعه علاقتها بعائلتها. هنا تصدمت وكانت اول صدمه حياتي، انا بنت الخدامه بقيت عايشه معاهم ومتقبله وما متقبلاش المساعده انها تكون ماما. انا كنت صراحه ضاسره بزاف حيت كنت مفشه اكثر من القياس، واللي بغيتها كنلقاها، والمدرسه والسوايع والعطل والحوايج والماكله، واللي حليت عليها فمي كتحضر في ساعه. فاش درت 10 سنين ماما الحقيقيه غادي تعرف على واحد الراجل. انا واخا كنت عايشه مع ديك العائله، فالراجل ديال ديك المراه اللي كنت كنعيط لها ماما ما كانش عنده معايا علاقه بحال الاب وبنته، ديما كان عندي واحد النقص ديال جهه ديال الاب. فماما الحقيقيه انا داك غادي تلاقى بواحد الراجل اللي حتى هو فقير، ما تشاورتش معايا وما قالت لي والو، وغادي يتزوج به. واحد النهار ماما مع 7 ديال العشيه خارجه، سولتها فين غدا، غدا لداري. بديت كنضحك وقلت ليها كيفاش دار، قالت لي انا راني تزوجت. المهم مشات، بقيت شي يامات في ديك الفيلا مع السيده اللي كنعيط لها ماما. من بعد بديت نفكر مزيان، غادي نمشي عند ماما اللي مربياني. قلت ليها عافاك انا بغيت نمشي عند ماما دابا. كيفاش بغيتي تمشي عند ماماك دابا؟ لا انا بغيت نمشي نعيش معاها. ديك الساعه هي غادي تعيط على ماما الحقيقيه اللي جات كتجري ومخلوعه، ياك لاباس شنو كاين، شوفي فلانه لينا بغات تمشي معاك، جمعي ليها حوايجها وديها معاك. وشوفي نقول لك الشيء اللي خرجتو من هاد الدار عمرك مازال ما باقي ترجعي. انا داك كنت متاكده من القرار ديالي. انا ما سوقش هاد الهضره حيت كنت فرحانه، باغا نتجمع مع ماما الحقيقيه ومع السيد اللي قالت لي بلي انه تزوج، حيت قلت واخيرا غادي يكون عندي اب وغادي تكون عندنا واحد العائله اللي هي ديالي حقيقيه. هزينا حوايجنا ومشينا، وانا كنموت بالفرحه. خرجنا من الدار وتمينا غاديين للدار ديال ماما، وهنا غادي تكون الصدمه. الصدمه الاولى ديالي هي فاش غادي نكتشف ماما انها هي الخدامه. اما الصدمه الثانيه نهار خرجت تعيش خارج الفيلا وتزوجات وما قالتهاش ليا. اما الصدمه الثالثه من الفيلا والبطخ البيت مع الجيران ومع راجلها. بقى كنعقل على داك البيت بحال عندنا في الفيلا اللي دايرينو بيت ديال الصابون. لقيت راسي انني غادي نعيش باقي حياتي تما، ونشارك مع راجل ماما نفس الفراش، وناكل فيها ونعس فيها ونقرا فيها. بيت اللي كان مظلم والشمس ما كتدخلش ليه. وهنا فين غادي ندخل معاكم لواحد المرحله اللي ما تنحملهاش وما كنبغيش نتكلم عليها، وخديت عليها دويات كثار باش انني نساها، لدرجه انهم ما بقاوش يديروا المفعول ديالهم. النهار الاول غادي نتلاقى براجل ماما اللي كان ظريف والله يعمرها دار، وكيعيط لي غير بنتي بنتي. انا فرحت واخيرا بابا، صافي لقيت اب، لدرجه انني لقبته بابا النيشان. في داك البيت شي معاطي رجلين معاشي، وانا ناعسه تنحس بشي يد كتقرب ليا في الفوق من الجسد ديالي. ويلي شنو هادشي، شي حاجه كانت ماشي حتى لهيه. تحركت شويه هذيك اليد غادي تحبس، عاوتاني غادي نحس بنفس الاحساس، شويه غادي نشد ديك اليد وغادي نزير عليها مزيان باش تحيد. غادي نوض من ديك البلاصه ونمشي نعس حدا الباب من الداخل. الصباح فاش لقاتني ماما مبدله البلاصه كتسولني لينا مالك، ماما راه جاني واحد الكابوس، ما يمكنش شي حاجه اللي ماشي هي هذيك حلمت بها. ماما دوزتها تدويزه نتاع مرور الكرام، وانا فعلا انا ذا كان تيصحاب ليا بلي انني كنت تنحلم، حيت كنت انا اصلا تنخاف من الظلام. من بعد النهار الثاني النهار الثالث النهار الرابع داكشي غير غادي ومستمر، وهو كان تيفيق كل صباح راجل ماما بحال ما كاين والو. حتى لواحد النهار غادي تجيني الفكره نتاع انني غادي نقمش هاد اليد اللي تنحس بها، ونشوف من هنا لغد ليه ديال من هاد اليد، واش ديال شي جن ولا شي وحش. المهم هذا هو كان العقل ديال الطفوله كان عندي بحال هكا تيفكر. ولكن لغد ليه غادي نلقى بلي انه يد راجل ماما هي اللي مقموشه وطير منها الجلده ومنفوخه، وهنا غادي تكون الصدمه من نوع اخر في حياتي. راجل ماما كيتحرش بيا. مشيت عند ماما قلتها ليها وقالت لي اشنو خرجي لي على خدمتي، بغيتي دابا تخرجي لي على زواجي، اشنو كيفاش غادي نخرج لك على حياتك، تنقول لك بلي راه راجلك كيتحرش بيا. ماما ما تيقاتنيش، بقينا هكاك اليوم غدا اليوم غدا. حتى جا الوقت باش انني ندخل المدرسه، من المدرسه ديال الفلوس يعني ميسيون للمخزن. انا ما كنعايرش البساطه ولا حتى المدرسه ديال المخزن، ولكن كنشرح لكم كيفاش كنت وفي لقيت راسي بالعقل ديال الصغر. غادي نمشي لقيت تنمر في المدرسه، لانه كنت كنتواصل غير بالفرنسيه
وتنفهم العربية، ولكن باش نطق بها كانت عندي ثقيلة. كانوا البنات كيتنمروا عليا وكيضربوني علاش تنشارك مزيان في الفرنسي، وانا داكشي اللي كانوا هما تيقراو انا ذاك في التاسعة والسابعة والثامنة، انا كنت قريتو في الابتدائي، يعني كان تيجيني عابط بزاف. فمع الايام بديت نحس براسي بلي انني وسط الفقر المدقع، والو ما كاين ما يتكال لهاد الدرجة، ولكن انا عمرني ما استسلمت وعمرني ما قلت غادي نرجع لماما اللي رباتني، انا اللي اختاريت هاد الشيء غادي نكمل فيه. راجل ماما قال ليها انا غادي نجلس وما غاديش نخدم عليك لا انت ولا على بنتك، سيروا دبروا ريوسكم. انا باقا كنعقل على داك النهار بحال غير البارح. ماما كانت عندها 3 ديال الدرهم بالحساب، مشيت انا وياها للسوق وكانوا تيبانوا لينا الناس كيتغداو، وهنا بانوا لي الدراري الصغار كانوا تيبيعوا ميكاك حلا. غادي نقول ماما عطيني ديك 3 ديال الدراهم، علاش هي اللي عندي، غادي ناخذ بها 2 درهم ديال الزيتون كحل والخبز ونمشيو نفطروا به. ثقي فيا ماما غير اريها. خديتها ومشيت عند العطار، خديت بها 3 درهم ديال الميكا كحله اللي هي ربعه صغيره، وبعت هذيك الساعه وكنت في قمه السعاده ديالي، شي حاجه اللي كانت ما يمكنش. بقيت كناخذ وعاودت وبعت وعاودت وبعت، بقى كنعقل داك النهار خديت 25 درهم ديال الربح عاد 3 درهم ديال ماما اللي رجعت عليها. هذوك الناس ديال الحوت والخضره عرفوني بلي انني بنت نقيه وجديده، وبلي كتبان بلي انني بزز عليا هادشي، غادي يجمعوا لي ميكا ديال الحوت وميكا ديال الخضره. وكيفاش كنت فرحانه داك النهار ما يمكنش، مشيت انا وماما فرحانين نطيبي العشاء، ومن ثم غادي تبدا المسيره ديالي في البيع والشراء. كنت ما بين 12 و2 عوض انني نمشي نتغدى في دارنا، كنت كنبيع الميكا وكنخرج مع 6 ديال العشيه وكنمشي لسوق واحد اخر كنبيع الميكا ونرجع للدار مع 9. ماما كانت كترافقني انا ذاك، كتبقى جالسه في واحد القنيسه حدايا، انا كنمشي كندور وكنرجع، وفي اخر نهار تنرجع بشي 250 درهم ديال الربح. بقيت هكاك، والحاجه الوحيده اللي ما قدرتش نتخلى عليها انا ذاك هي قرايتي، والو. واذا سولتوني فين هي الام اللي رباتني وسط هادشي كله، غادي نقول لكم بلي انا عايشه بخير وسط ولادها، وكنت مره كنمشي لعندها وكانت كتعطيني 500 درهم في الشهر باش انني ندير السوايع الساعات الاضافيه، وطبيعه الحال ما كنتش كنديرهم، كنت كنزيد عليهم داكشي اللي عندي ديال الربح ديال الفلوس وتنخلص بهم الكرا. نقدروا نقولوا انه في سن 13 سنه هزيت المسؤوليه ديال ماما وراجلها وراسي. بقيت عام ورا عام وطلعت للسانكيام، وهنا كنتفكر بلي انه ماما طاح ليها البيبي. فهاد الوقيته ديال 3 سنين تقريبا تيقوني بلي انا وراجلها ما كانش استسلم من التحرش، واللي كان بشكل يومي واللي عمرني ما غادي نسامحه في حياتي. ماما عمرها ما عاقت لانه ما كانش كيتجرأ قدامها، هادشي كان تيوقع غير بالليل وبطريقه اللي كتكون غير مباشره. ماما فاش طاح ليها البيبي قالوا ليها في السبيطار ضروري تباتي عندنا ديك الليله. انا عارفه شنو تيدور لكم في بالكم، انا في هذه اللحظه سنيت على روحي وقلت بلي انه هذا النهار غادي يدير فيا راجل ماما ما بغى. هذه الليله بقى تنعقل، وصلت 9:30 وقال لي يلا غادي نعسو. تكيت غمضت عيني وزيرتهم وقلبي تيضرب وغادي نشهد، حيت كنت عارفه بلي انه من هذه الليله غادي ندفن العذريه ديالي، حيت من شحال هذه هو تيقلب على هذه الفرصه، ولكن ربي كبير. غادي نسمع الدقان في الباب، قفز تنحل كنلقاها مولات البيت اللي كاريه لينا. سلام سلام لينا، غادي تجي تباتي معايا؟ ها غادي تطلعي تباتي معايا، وراه بنتي ما كايناش، طلعي ونسيني. اقسم لكم بالله العلي العظيم اذا كان واقف هو وجلس بهذيك الشمسه اللي جاتو. طلعت بنت معاها، ومنين طلعت لقيت بنتها جالسه حداها وقالت لي راه مشيت زرت ماماك، وقالت لي سيري عافاك دابا اعتقي ليا لينا لانه فلان اليوم غادي تكرفس عليها. وهنا عرفت واخيرا بلي انا وماما هاد الوقت كله كانت متيقاني وكتفكر في هاد الشيء اللي كنت كنقول ليها، وبلي راه ماشي بصح بلي انني غادي نهرس ليها زواجها. من بعد فاش خرجت من السبيطار قال ليها ما كتثقيش فيا وبنتك ما كتخليهاش تبات معايا الى ما اخره. وهنا بشويه بشويه بداو تيبداو المشاكل. مره اخرى انا كنت ناعسه وبديت كنحس بشي يد كعاوتاني قاصتني. من فقت الصباح قلتها لماما، سولتني واش نقولها ليه، تصدمت كيفاش جاوبتني واش نسولو، اكيد وطبيعي غادي تقولي ليه فلان واش درتي، غادي يجاوبك بلا. ماما انا داك فاش واجهاتو باقا كنعقل غادي يشد ليا راسي وغادي يخشيه ليا في الصينيه حتى كليت لي قامه ديال اتاي ومشيت بعيني زرقاء للمدرسه. سولتني الاستاذه ديال العربيه مالك، لا والو راني غير دخلت في الشرجم، ولكن البنات اللي تيقراو معايا مشاو لعندها وقالوا ليها راه كتعيش مع راجل امها وراه كيضربها، واخا انا ما عمرني ما قلتها لهم، ولكن هما كانوا تيشوفوه فاش كان كيتلقى ليا في المدرسه باش يمنع عليا انه يكون عندي تواصل مع الدراري، وهو كانت عنده فرصه اللي خايف لانها تضيع ليه. انا غادي نشرح لكم من بعد شنو هي هذه الفرصه.
غادي تعيط لي الاستاذه وغادي تقول لي راه فلانه وفلانه قالوا لي بلي انا راجل مك يضربك. لا ماشي بصح. شويه غادي النهار وبديت كنبكي وغادي نعاود ليها بلي فعلا كيتحرش بيا وكيضربني. قالت لي خاصك تطلعي للكوميساريه ديكلاري به يدخل الحبس. انا داك كنت ميته بالخلعه حيت كان ديما تيهددني انا اذا عاودت لشي حد شنو تيدير ليا غادي يقتلني انا وماما. وانا ديما كنت نخاف على ماما ما يمكنش نخليه ياذيها ليا. نهار من بعد نهار غادي يجي الوقت فاش انني بلغت اللي باقا كنعقل انا داك في الدوره الثانيه في السانكيام. مشيت قلتها لماما وهي ما فرحاتش. قالت لي غير على سلامتك. شويه غادي تقول لي شوفي هذه هي الحاجه الوحيده اللي ما يسيقش ليها هو الخبر حيتاش تاكدت باللي انه مسكنين معنا وحش وماشي انسان ادمي. حيتاش من بعد ما غادي تفرق معاه اكتشفت باللي انه ما زيدها غير الهم. وغادي نعرف باللي انه واحد النهار قال ليها امتى غادي نتزوج العزبه بمعنى انا. وهذا الشيء علاش كان كيتلقى ليا في الثانويه باش انني ما ندويش مع الدراري حيتاش كان الامل ديالو انه يدير علاقه مع بنيته اللي باقا صغيره نقيه اللي هي انا. ولكن في نفس الوقت ما تجرأش انه يتعدى عليا جنسيا حتى نبلغ حيتاش هو كان باغي حماق ويكون عنده وليدات وهذا هو كان الحلم ديالو انه يعيش علاقه مع عزبه بنت صغيره وتاني حاجه يكون عنده وليدات. داكشي باش ماما قالت ليا لا عمرو ما يسيق الخبر انك بلغتي. واحد النهار زغبو الله وقال ماما غير بالضحك ما تعطينيش لينا نتزوج بها. شوفوا كيفاش ربي عماه وغباه. ويلي كيفاش شنو كتقول؟ ويلي راني غير تنضحك معاك راه لينا بحال بنتي. ولكن ماما ما دوزتهاش هكاك وتما غادي تحلو ليها العينين وعقت بلي انا القضيه حامضه وخطيره عليا بزاف. فبقات معاه كدابز هي وياه وديما في النقاشات حتى لواحد النهار غادي يهز حوايجو ومشى فحالو. وبقيت انا وياها من ديك الوقت عمرنا ما شفناه ارتاحينا منه. كنت انا ذاك في السيزيام في واحد الحاله اللي ما يئوس منها ومحطمه. هاد الوقيته عاد غادي يرجع ليا الصهد. عاد بديت كنحلم به بحال شي وحش تابعني وما كنقدرش الناس في الظلام واخا تقتلوني. وفي ما غمضت عيني كان تيبان ليا قدامي. كان جاني انا ذاك حتى الوسواس القهري لسنوات حيتاش كان عند بالي واحد الفكره اللي نقدر نشاركها معكم دابا وغادي تضحكوا عليها ولكن كانت قهراني لسنوات. هي انه اذا دخل هو المرحاض عزكم الله وخرج ودخلت موراه غادي نحمل منه. كيفاش علاش ما عرفتش ولكن كنت مقهوره من هذه القضيه. حتى لواحد النهار غادي نقولها لماما بدات كتضحك وشرحت لي بلي انه هذه القضيه راه مستحيله عاد قدرت نبرى من هذا الوسواس القهري. غادي نتحولوا لواحد البيت واحد اخر انا وماما واللي كان صغار من هذاك وتعاوننا وكنا كنخلصوا الكراب الزوج. انا ذاك ما كنتش حاسه بداك البيت الصغير حيتاش ما بقاش معنا راجل ماما والتحرشات ديالو وكان كيبان لي بلي داك البيت صغير قصر وماشي بيت عادي. واكيد كنت كنتعرض للتنمر من قبل الدراري فاش كنت كنوض للسبوره وتنسمع غير ميكا 10 ميكا 10. وتما فين خديت قرار انني نحبس من البيع ديالها وجربت خدامي وحده اخرين. غادي نشد الباك ديالي ودخلت للجامعه وخدمت في السناك تنغسل الماين. انا داك الدراري كنت ندوي معاهم وعندي معاهم علاقه زوينه ولكن باش انني نكون علاقه معاهم كان شي حاجه ليا مستحيله حيتاش ما عنديش ثقه فيهم وما يمكنش نفوت معاهم الحدود حيتاش وليت كنشوفهم كلهم بحال راجل ماما وكيتشابوا الا بابا الحقيقي. غادي تجيكم غريبه. انا بابا الحقيقي تيقولوا لي قلت لكم عمرني ما شفته وحتى سميته ما عارفهاش حيتاش كل مره كتقول لي ماما سميه في شكل لدرجه انني ما بقيتش عارفاش من وحده فيهم وحتى من كنيتي عاطيها لي غير الدوله. انا ما عارفاش اصل منين ولا شكون با ولا كنيتي الحقيقيه اللي عارفه بلي انه دابا غادي تكون عنده اليوم شي 63 سنه ولكن علاقتي معاه كنحس بها روحيه. تيقولوا بلي انه اول حب في حياه شي بنت هو الاب ديالها وانا بابا ما تنعرفوش وكنحس بلي انني تنبغيه وتنحترمه. عمرني ما حقدت عليه داخليا ولا لمت ما بينه وبين راسي علاش مشيتي ولا علاش خليتينا لا. وصراحه علاش وكيفاش ما عرفتش ربي اللي زرع داك الشيء في قلبي. اذا قدر الله وتلاقيته شي نهار في الزنقه وقال لي انا باك الحقيقي اكيد غادي نعنق وغادي نبوسو. ايه لهذه الدرجه انا اصلا ما عارفاش واش حي اليوم ولا ميت. ما عارفاش حتى خوتي منه اللي تنعرف هي العائله ديال ماما اللي غادي نتعرف عليهم من بعد وغادي يفتخروا بيا. ورغم هادشي كله عمرني ما خرجت على الطريق ودرت شي مبيقات كيف ما كانوا. المهم غادي ناخذ ليسونس ديالي وشديت حتى الماستر وانا اليوم خدامه مزيان بصالير اللي هو ممتاز وعندي داري اللي ساكنه فيها انا وماما وعندي طوموبيلتي وكل شيء هادشي وصلت ليه بالمجهود ديالي الخاص. اكيد من بعد هاد الصدمات غادي نتبع عند طبيبه نفسيه اللي كانت كتعطيني دويات كندوخ بهم باش نتجاوز داكشي كله. واليوم انا قطعتهم لانني وليت كنحس براسي انني وليت بخير والحمد لله
ولكن كاينين شي ضربات اللي حتى شي حاجه ما كتشافيهم وكيبقاو الاثار ديولها محفورين لداخل فينا. كل شبرة من غير حاجه وحده اللي بقات هي انه ما كنبغي حتى شي حد يجبد لي الزواج او اللي يقرب مني شي راجل. هاد النقطه بالذات لان اليوم ما مصالحاش معاها وكنظن بانني عمرني ما غادي نتصالح معاها حيت كلشي تعالجت منه الا هاد القضيه اللي السبب ديالها هو راجل ماما اللي الله ياخذ فيه الحق. صحيح انا وعندي اصدقاء رجال ولكن باحترام تقدروا ايضا تسولوني على العائله اللي رباتني. انا اليوم بقى عندي علاقه بهم وكنشوف خوتي اللي هما ولاد السيده اللي رباتني واللي تزوجوا وولدوا ومره مره كنبات عندها في الدار وكندوز عندها الوقت وباقا تنعيط عليها بماما. ما كانش يمكن ليا نقطع علاقتي بها حيتاش خيرها سابق علينا واللي تيربي اكثر من اللي كيولد. وفين ما مشيت عندهم دائما مرحب بيا في دارهم كاني وحده منهم وبيتي باقي محتفظين ليا بيه عندهم. ديك العائله كتبقى عائلتي نقدروا نقولوا عائله اللي هي روحيه. النصيحه ديالي اللي عندي انايا هو شنو ما كان يكون القرايه وان فينال عاولي شي قرايه تحزمي بها ما تقوليش يا الزواج تخربي نشرب كارو ندير شيشه ندير حشيش ولا فنيد ولا باش نتقرقب وباش ننسى وباش نكون انايا زعما ننسى داكشي اللي عشتو داكشي نيمبورط كوا داكشي تخربي داكشي راه والو باش نشرح لك القضيه داكشي والو. قرايتك وصلاتك القرايه وصله قرايه وصله قيام الليل الصيام قيام الليل الصيام هادشي اللي كاين هادشي اللي كيعاونك راه كاين الله والموت ما كاين شي حاجه اخرى هادشي اللي كاين القرايه والسبور وصحاب زيرو ما دير حتى شي صحاب لا ما تقول هادي حبيبي ولا هادي حبيبتي ولا هادي ديما كاين واحد ليميت كتخلي واحد 3 با بينك وبين لا بيرسون سلام صافا كلشي بخير انجوي يور تايم ديك الساعه معاه مي ابري بوين فينال ما كاين صاحبي صاحبتي نعاود لها ليسوار دو ما في نقول لها انا هذا جاي يخطبني هذا بغى يتزوج بيا انا غادي نخرج هنا يلا معايا ما كاينش داكشي بغيتي تخرجي خرجي ترونكيل افيك طون بوكان خرجي قراي حدا البحر خدي ان تي كافي خدي كولي ارتاحي خرجي مع الوالده مع الوالد الا عندك هادي صافي هادشي اللي كاين. هذه هي كانت حكايتي وهذه هي كانت حكاية لينا. في حكاية الليلة ما عنديش خاتمة لأنه غادي نخليكم نتوما تفرحوها بالتعليق ديالكم الجميلة. غير هو بغيت نقول لها بلي أنا مفتخرة بهادشي اللي وصلت ليه اليوم ورغم هادشي كله ما خرجتش على الطريق واستعنت بمولانا في جميع الحالات ديولها وهذه هي أحسن ميزة. أما بالنسبة للعقدة ديال أنك كتظني بلي أنك عمرك ما تزوجي فخلي هاد الأمر لمولانا لأنه ربي هو اللي تيشافي هذوك التفاصيل اللي عندنا لداخل في قلوبنا كيف ما شافا ليك وعاونك على بزاف ديال التفاصيل في حياتك أنك تجوزتيهم وخا باقي الأثار ديالهم تهاد النقطة مع الوقت غادي تشافي إن شاء الله. أنا فخورة بك وفخورة بالشخصية اللي عندك اليوم واللي كونتيها لراسك. ما تنسوش أنكم تخليوا تعليقات جميلة وطيبة لينا لأنها غادي تكون فرحانة وهي كتقراها. دمتم في رعاية الله وحفظه. سلام سلام.